استاذ مصطفى، في البدايه برحب بحضرتك على موقع زائد. الحقيقه بشكر حضرتك في الاول على قبولك الدعوه، حضرتك ما تاخرتش يعني على طول، يعني استجابتك للدعوه كانت سريعه. هنبدا من حيث انتهى الاخرون، متى التعديل الوزاري؟ يعني بالتأكيد الشارع المصري يتحدث الآن عن التعديل الوزاري أو حتى التغيير الوزاري، وكذلك الحال حركة المحافظين. المحافظون يفترض أنهم مستقلين بمقتضى المادة الخامسة من القانون 43 لسنة 79 بمجرد أداء الرئيس الجديد للقسم الدستوري، وهذا حدث في يوم الثاني من إبريل. نحن الآن نجري الحديث في اليوم 23 من إبريل 2024، حتى الآن لم تصدر حركة المحافظين، وهذا تسبب في تجميد العمل في المحافظات، ونتمنى بالفعل أن يكون هذا الأمر محسوما خلال الأيام القليلة القادمة. الأمر الثاني فيما يتعلق بالتعديل أو التغيير الوزاري، بالتأكيد هذا ليس أمرا ملزما للرئيس بمقتضى الدستور. لدينا المادة 146 ولدينا المادة 147 من الدستور. مادة 146 تقول يكلف رئيس الجمهورية رئيسا للوزراء ويشكل حكومة جديدة في ظرف 30 يوم ويعرضها على المجلس، فإذا وافق المجلس عليها استمرت، إذا لم يوافق يكلف حزب الأغلبية أو الائتلاف الموجود في مجلس النواب لتشكيل أو تسمية رئيس وزراء، فإذا لم يتم ذلك يحل المجلس في مدة لا تقل عن 60 يوما. كذلك الحال بالنسبة هذا إذا قدمت الحكومة استقالتها، أما إذا لم تقدم يستطيع الرئيس أن يقيل الحكومة ويستطيع أن يكون هناك تعديل. التعديل يكون على عدد من الوزراء المعنيين ويكون رئيس الحكومة مستمرا، وهذا أمر يأتي إلى البرلمان أيضا والبرلمان يوافق أو لا يوافق بثلث الحاضرين في هذا اللقاء من أغلبية مجلس النواب. Thank you.